أصدقائنا المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من نحن أصدقاؤك، برنامج شركة المشروعات السياحية، ونرحب بكم من جديد ونقول للجميع كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك. ها هو شهر رمضان المبارك، تمر أيامه سريعة جدا، ولكن بالتأكيد منذ 13 من شهر رمضان تحتفل دولة الكويت بأهلها وبأطفالها بمناسبة عزيزة على قلوبهم، وتعتبر من تراث دولة الكويت ومن التقاليد الشعبية، وهي مناسبة القرقيعان. وأيام القرقيعان هي أيام مميزة بالنسبة للأطفال، حيث يرتدون الأزياء الشعبية ويدورون على بيوت الأهل والأصدقاء والجيران من أجل جمع الحلوى، وهم يرددون الأناشيد الشعبية. ما رأيكم اليوم أن نتعرف من خلال هذه الحلقة على استعدادات شركة المشروعات السياحية من أجل مناسبة القرقيعان؟ من جديد نحييكم مشاهدينا الكرام، من أفضل من إدارة العلاقات العامة ليحدثونا عن استعدادات شركة المشروعات السياحية بمرافقها من أجل استقبال مناسبة القرقيعان والتحضير لها لإسعاد قلوب الأطفال. طبعا معنا السيدة هدى الصالح، رئيسة قسم العلاقات العامة بالشركة، من أجل أن تحدثنا عن هذا الموضوع. أهلا ومرحبا فيك ومبارك عليك الشهر. مرحبا يا نسرين، ومبارك عليك الشهر وعلى مشاهدينا الكرام ورواد شركة المشروعات السياحية، ونقول لهم إن شاء الله ينعاد عليكم رمضان بالصحة والسلامة، وتكون أيامكم كلها احتفالات وكلها مناسبات سعيدة، تتمتعون بالصحة والعافية. اللهم آمين إن شاء الله. طيب، نريد أن نسأل، من أي مرفق تحبين أن نبدأ للدخول في معرفة المواعيد والاستعدادات والأنشطة من أجل مناسبة القرقيعان؟ طبعا يمكن الشيء المميز في رمضان هو طبعا السهر، بعدين شيء آخر احتفالات الكويت في منتصف رمضان في القرقيعان. هذه مناسبة محببة جدا ومناسبة تقليدية شعبية يحرصون عليها، يمكن أنا ما بأقول الكبار قبل الصغار، ولكن يستعدون الكبار حتى يسعدون الصغار فيها، وإحنا بدورنا بشركة المشروعات السياحية نحرص على هذه المناسبة كل عام بأن إحنا نحتفل فيها في أغلب مرافقنا. استعداداتنا هذا العام راح تكون مميزة ومحببة لروادنا. أغلب مرافقنا راح تحتفل في هذه المناسبة، عندنا نادي الشعب البحري، عندنا نادي فحيحيل، المدينة الترفيهية والحدائق، صالة التزلج، كل هذه المرافق راح تحتفل في القرقيعان، ولها كل مرفق له خصوصيته في الاحتواء بهذا القرقيعان. راح يشاركنا هذا العام أيضا بطبيلة، في طبعا لأنه هو شيء الشيء المميز في هذا الاحتفال. نعم. في القرقيعان في نادي الشعب، أيضا عندنا في صالة التزلج راح يكون في حفل للقرقيعان يوم الأربعاء إن شاء الله. راح يكون في أيضا يعني قرقيعان مطور، تلوين الوجوه، أيضا احتفال على الجليد، عمل استعراضات، كلها خاصة في القرقيعان. بالإضافة إلى المفاجأة أو أن البرنامج المميز في المدينة الترفيهية. مدينة الترفيهية السنة هذه راح يكون احتفالها مميز، من حيث أن اشترطت على روادها الأطفال أن يكون دخولهم بالزي الشعبي. نعم. أي طفل يدخل بالزي الشعبي للمدينة الترفيهية راح يكون دخوله بالمجان في هذا اليوم.
بالإضافة إلى أن المدينة الترفيهية بالاشتراك مع جريدة الوطن تقدم الكوبون الذهبي اللي هو بقيمة قيمة دخول مدينة الترفيهية قيمة مخفضة، بدل 3.5 دنانير راح يكون قيمة الدخول إلى من 3.5 دنانير إلى 2.5 دنانير راح يكون الدخول إضافة إلى دخول المجاني للأرض. العفو، أقصد من بدل 2.5 دنانير إلى 2.25 دنانير. هذا الكوبون موجود في جريدة الوطن يوميا طوال أيام شهر رمضان المبارك. هذا الطفل عندما يلبس الزي الشعبي ويبرز هذا الكوبون راح يكون دخوله بالمجان. يستطيع الحصول عليه من جريدة الوطن؟ نعم، من جريدة الوطن هذا الكوبون. طبعا هذا يمكن السنة الثالثة على التوالي احنا نتعاون مع الوطن بهذا الموضوع. نتمنى على رواد، خصوصا ان الجو جميل ودافي هاليومين، يعني ما في اي برد زايد ولكن جو حلو. ابواب المدينه الترفيهيه مفتوحه من الساعه 7:30 لغايه الساعه 1:30 ليلا، يعني عندكم المساحه كبيره والوقت طويل، الانسان يقدر يقضي اي حاجات ويستمتعون ابنائنا في هذا اليوم بالمدينه الترفيهيه وفي باقي مرافقنا ان شاء الله. هل هناك نشاطات اخرى او مثلا حفلات معينه ومميزه تشارك فيها فرق فنيه من اجل الاهل الذين يرافقون؟ طبعا في المدينه الترفيهيه في احتفال كبير، يعني ما يقتصر على الدخول، تسهيلات الدخول، لا احتفال كبير موجود فيها فرق فنيه راح تشارك وفرق شعبيه، راح يكون يوم مميز ان شاء الله. ونتمنى ان هذا اليوم نختم فيه انشطه المدينه الترفيهيه او نختم فيه عام 1999 دخولنا ال 2000 بنشاط يكون يعني راسخ في الذاكره على الاقل. يعني لا شك ان شركه المشروعات السياحيه تستعد الان لاستقبال الالفيه الثالثه بنشاطات مميزه. هل يمكن ان ناخذ منك نبذه قصيره عن هذه الاستعدادات اذا كنتم قد وضعتم خطه معينه؟ بلا شك في خطط موضوعه والان يعني قاعده تدرس، يعني ما اعتقد ان احنا راح نستقبل، يعني احنا يمكن ايام معدوده تنعد على اصابع اليد الواحده، يعني دخول عام 2000 يمكن هو الشيء المميز لشركة المشروعات السياحية بدخول الألفية الثالثة، إن إحنا نتطور بتقديم اهتمامنا بتطوير تقديم الخدمات، نوعية الخدمات التي تقدم، يعني اهتمامنا بالمرافق، اهتمامنا في الخدمة التي تقدم لروادنا. الحقيقة يمكن هذا الشيء اللي مهتمين فيه الآن إحنا، وأي قصور أو أي سلبيات قديمة أو سابقة إن شاء الله راح نتلافاها من خلال الدراسات التي وضعت، ومن خلال أن استعدادنا راح يكون بتقديم يمكن أو شعارنا تقديم خدمة أفضل مما سبق. نعم، هل ستكون طبعا أيام القرقيعان في أيام محددة أو أنتم ركزتم على أيام الإجازة اللي هي أيام الخميس والجمعة؟ هو طبعا لأن أعتقد أيام القرقيعان راح تكون الأربعاء والخميس لما راح نحتفل فيها، لأن هي راح تكون يوم الثلاثاء والاثنين، فراح يكون الأربعاء والخميس الجمعة حتى يكون عطلة نهاية أسبوع وأيضا في برنامج مميز. نعم، طيب ننتقل إلى الحدائق أو المرافق البحرية. ذكرت لنا أنه في نادي الشعب هناك. نعم، أبو طبيلة. نعم، في المرافق البحرية الأخرى هل هناك احتفالات بالقرقيعان؟ كجميع مرافقنا فيها احتفال، يعني في بالقرقيعان خصوصا اللي فيها يعني أعضاء مميزين أو الأعضاء اللي تمتعون بخصوصية في الأندية، خصوصا الأندية. إذن مع الرواد مرافق شركة المشروعات السياحية إلى الإسراع مع أطفالهم للمشاركة في هذه الاحتفالات التي أعدت لها الشركة بأتم الاستعداد، ونقول للجميع مرة أخرى كل عام وأنتم بألف خير، وللأخت هدى الصالح كل عام وأنت بألف خير، نتمنى المزيد من التطور للشركة في ظل هذه الجهود المميزة. كل عام وأنتم بخير وعام سعيد جديد إن شاء الله على الجميع، وصيام مقبول إن شاء الله، تقبل طاعتكم و أتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا. أصدقائنا المشاهدين، بما أننا ما زلنا نتحدث عن الأجواء الرمضانية الخاصة بأيام القرقيعان، صدر العدد الجديد من مجلة ابتسامة، هذه المجلة التي تصدرها شركة المشروعات السياحية، وهذا العدد هو عدد 19 من ديسمبر 99، وعليه كما نشاهد: مبارك عليكم الشهر وعساكم من عوادة، وصورة طفلة صغيرة تحتفل بالقرقيعان وهي ترتدي الزي الشعبي الخاص بالفتيات البخنق، وهي جالسة بمكان فيه طبعا تجهيزات السدو وهو من التراث الكويتي. وطبعا ما رأيكم أن نتصفح الآن هذا العدد ونبدأ معكم من
نداء موجه إلى كل رواد مرفق الخيران ومنتزه الخيران من المنتزهات الهامة في شركة المشروعات السياحية، وكل رواد هذا المرفق يتصلون دائما بشركة المشروعات السياحية ليحجزوا أماكنهم وشاليهاتهم بالنسبة لقضاء الإجازات والأعياد وعطلات نهاية الأسبوع. هذا المرفق الهام والذي تقضون فيه أياما ممتعة وسعيدة بجانب شاطئ البحر يحدث فيه الكثير من التخريب، هناك الكثير من الأشخاص أو بعض الأشخاص غير المسؤولين الذين يقومون بهذا التخريب، ومن خلال مجلة ابتسامة قامت شركة المشروعات السياحية بتوجيه نداء إلى كل من يحب الخيران ومرافق الشركة لأنها منهم وإليهم، تقول استمتعوا بها وحافظوا عليها لأبنائكم ولأجيالكم القادمة ولا تجعلوها تئن من تصرفات البعض، الخيران مرفق حضاري فلماذا لا يبقى كذلك. إضافة إلى ذلك هناك طبعا الكثير من الموضوعات الهامة في مجلة ابتسامة، ومنها مشاركة مدرسة الكويت لتعليم التزلج في بطولة دبي المفتوحة للتزلج، وهذا الخبر قد عرضنا بعضا من لقطات الاستعدادات من خلال برنامج نحن أصدقاءك، وهنا نستطيع أن نشاهد الأطفال الذين فازوا بالمراكز الأولى وطبعا المدربون الذين يتوسطون أعضاء المدرسة وتبادل الدروع التذكارية في هذه المشاركة. كما شاهدتم في هذه الحلقة تحدثنا مع الأخت هدى الصالح عن نشاطات مرافق شركة المشروعات السياحية في أيام القرقيعان، وأيضا تستطيعون أن تتابعوا المواعيد الدقيقة والتواريخ الدقيقة لهذه الأنشطة في مرافق شركة المشروعات السياحية، ومنها مثلا ساعات الدوام لمنتزه الشعب الترفيهي في رمضان من الساعة 7 مساء ولغاية الساعة 2 بعد منتصف الليل، إضافة إلى ذلك يوم القرقيعان في منتزه الشعب الترفيهي تاريخ 23 ديسمبر 1999، وسوف يكون يوم الخميس أي يوم إجازة، وفيه حفل كبير توزع من خلاله الهدايا على الأطفال، كما ستكون هناك مسابقة لأفضل زي شعبي ومفاجآت كثيرة فترقبوها. إضافة إلى ذلك هناك خبر آخر حول المهرجان التربوي التعليمي الثاني بحديقة جنوب الصباحية بحضور وكيل وزارة التربية ومشاركة 250 طالبا، باستطاعة كل من شاركوا في هذا المهرجان أن يشاهدوا صورهم التذكارية محفوظة وموثقة في مجلة ابتسامة. بهذا الاستعراض لصفحات مجلة ابتسامة نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج نحن أصدقاءك، برنامج شركة المشروعات السياحية، آملين دائما أن تكون شركة المشروعات السياحية بمرافقها والعاملين فيها دائما عند حسن ظنكم. إلى اللقاء في الأسبوع المقبل.